انا شاب ابلغ من العمر 20 عاما، والدي يعمل في التجارة، غير انه يأخذ في بعض الاوقات قروض من البنك ثم يردها الى البنك اضافة الى الفائدة، وانا بعض الاوقات اقوم بقضاء بعض الاعمال له. السؤال، هل يجوز لي ان اكل او اخذ من مال والدي؟ ماذا لو والدك عندهم دخول اخرى من الحلال ولكنه قد يخطي فيأخذ سلفا من طعمه البنك، لا حرج عليك ان تاكل مع والدك وان تعينه بالخير فقط وتنصحه حتى لا يعود القرض من البيت بالفائده. تقول له ان هذا محرم ولا يجوز لك، لعل الله ياتي باسبابك، او تقول لعمك او اخوانك الكبار يقولون له بأسلوب حسن حتى يهديه الله ويقبل. عليك ان تفعل ما تستطيع من الخير ولو بتحريك غيرك من امام او اخوان او اخوات الكبار حتى ينصحوه ويتوجهوا اليه بما يعينه على صرف الربح.